خلينا كده شويه نتكلم شويه على الامينو شوجر، ودوت انا حابب اتكلم فيه بالتفصيل لان انا كنت من الناس المحظوظين اللي اشتغلوا على الدورفين في تيم السيلز في شركه لابتس. شركه لابتس هي اللي مصنعه الدورفين ده. الدورفين دوت كانوا بيتباهوا بيه زمان، وكان من اول البرودكتس اللي اشتغلت في مصر على حاجه اسمها الاوستي ارثرايتس. والاوستي ارثرايتس ديت مرض ليس كما كثير من الناس فاكرين ان هو مرض مناعي. المرض المناعي اسمه روماتويد ارثرايتس، وفي فرق كبير ما بين الاوستي ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس. طيب هما كانوا ليه بقى شركه لابتس بتتباهى بالدورفين ده؟ اول كلمه كانوا يعلموها لنا في شركه لابتس هي ان الدورفين از ان الفا دي جلوكوز امين. الفا دي جلوكوز امين. تعال كده نشوف الاول شكل الجلوكوز عشان نعرف احنا يعني ايه الفا دي جلوكوز امين. احنا اتفقنا ان الجلوكوز بتاعنا ده منظره، ده البيتا دي جلوكوز. طب عرفنا منين ان هو بيتا؟ لينا الرقم ادي الاو اللي كنا بنسميها الزيرو، وبعدها 1 2 3 4 5 وادي الكربون رقم 6. طيب جينا بصينا على انوميريك كربون، لقينا الاوتشات بتاعتها باصه على الناحيه الاكزيال مش الايكواتوريال، يعني كانها باصه لفوق، وقلنا باصه لفوق يعني بيتا. طب عرفت منين ان هي دي؟ اجي بص هنا على ابعد كربونه عن الفانكشنال او الانوميريك كربون، لقيتها باصه ناحيه او باصه ايكواتوريال، وغير ان هي باصه ايكواتوريال هي جايه من دي جلوكوز، يعني دي جلوكوز، فنقول عليه بيتا دي جلوكوزامين. طب لو جيت انا نزلت البيتا دي وخليتها باصه لتحت يعني بالمنظر ده، هنسميها ايه؟ هنسميها الفا دي بدل بيتا دي. فده كده كان بيتا دي جلوكوز. طب كده بص كده على الكربون نمبر 2 هنا، كان عندي ايه؟ كان عندي او اتش، حولتها ل ان اتش 2 يعني حطيت مجموعه اماين، فبقى اسمه الفا عشان الحته دي باصه لتحت، ودي عشان هي الايكواتوريال، والجلوكوز لان هي جلوكوز، وعشان على كربون نمبر 2 شلت الاو اتش وحطيت امينو يبقى الفا دي جلوكوز امين. او الفا دي جلوكوز امين ده مينلي موجود في الكارتليج بتاعه جسم الانسان بشكل ناتشرال، وتصنيعه بشكل سنتاتيك صعب، فبناخده من مصادر ناتشرال. فكنت زي ما بقول لك من شويه الدورفين كان كاتبين حتى عليه الفيرست تشويس ان اوستي ارثرايتس، بيبروموت ريبيلدينج اوف ديتيريتد كارتليج ان جوينت، مينتين هيلثي اند بينلس موفمنت اوف جوينتس. يبقى هو مينلي الالفا دي جلوكوز امين ده بنلاقيه فين؟ في الجوينتس. لقينا ان احنا الالفا دي جلوكوز، عشان بس ما اسرحش في الكلام كتير، لقينا ان الالفا دي جلوكوز امين دوت بنلاقيه ناتشرالي في الشلفش، في الشريمب والحاجات ديت، القشره القشريات بتاعتها دي من بره الاكزوسكيلتون بتاعهم موجود فيه الفا دي جلوكوزامين. موجود في فانجاي اسمه او فطر اسمه الاسبرجيلس. الاسبرجيلس او اي فانجاي بيبقى عنده حاجه اسمها كايتين سلول، الفطريات كلها عندها كايتين سلول، اسمه الشيطين اسمه كايتين بعد اذنك يا جماعه. الكايتين سلول ده بيبقى عباره عن الفا دي جلوكوزامين موجود فيه يعني. بنجيب الكايتين سلول ده ونعمل له هارد هيدروليسيس، هارش هيدروليسيس عن طريق اتش سي ال، وكنا بنقول ان الاسيد اللي هو الاتش سي ال اسيد بيكسره وبيحتفه بيكسره جدا، فيتحول لالفا دي جلوكوزامين واسيتيك اسيد. طب هو الكيتين ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن ان اسيتايل جلوكوزامين، يعني هو اصلا عباره عن جلوكوزامين على الان بتاعته اللي هي دي في مجموعه اسيتايل. طب تعالى كده نشوف شكله، ادي الكيتين ده عباره عن المنظر ده، ادي اهو لو جيت قسمت الحته دي كده بالنص عباره عن ايه؟ عباره عن قطعتين من الالفا دي جلوكوزامين، بس على كل ان فيهم في مجموعه اسيتايل، فيبقى اسمه ان اسيتايل جلوكوزامين. ببدا انا بقى اكسره عشان يديني الاسيتايل دي على جنب في شكل اسيتيك اسيد ناحيه خل في التصنيع بتاعه، والفا دي جلوكوزامين. على فكره ممكن ناخده برده من الكايتوزان عن طريق الايه؟ ان انا اكسره، بس ده ما الكايتوزان ما بيبقاش اسيتايليتد، وبرده بنستخدمه مع حاجه ثانيه بيبقى اسمها الكوندرويتين سلفيت. وبقى دلوقتي في برودكتس غير الدورفين بقى فيها كميه كبيره من الكوندرويتين سلفيت، فبياخدوا الدورفين اللي هو الالفا دي جلوكوزامين مع الكوندرويتين سلفيت، لان هو عباره عن جلوكيورونيك اسيد ومعاه ان اسيتايل جالاكتوزامين مش جلوكوزامين، كوندرويتين سلفيت جالاكتوزامين. حتى الفرق اهو شايف دي عندي، هي دي من جلوكوز لجلاكتوز، بس زي ما انت شايف كده اهو ادي مجموعه الاسيتايل، هنا الان كان معايا هنا مجموعه اسيتايل، وهنا اخر حاجه بدل الاو اتش بقت او اس او 3 اتش اللي هي السلفيريك اسيد. ما تشغلش بالك لان اسيتايل جلاكتوزامين يعني، فده ده برودكت، ده مركب اسمه كوندرويتين سلفيت، وده مركب اسمه كايتين بوليمر، وده مركب اسمه كايتوزان. اي واحد من دول او بلاش ده، اي واحد من الاثنين دول ممكن يتحول ويديني الفا دي جلوكوزامين. بستخدم انا بقى الفا دي جلوكوزامين مع الكوندرويتين سلفيت لعلاج حاجه اسمها الاوستيو ارثرايتس. طب حضرتك بعد اذنك، هو ايه الفرق بين كلمه اوستيو ارثرايتس وروماتويد ارثرايتس؟ هشرحها لك عشان تدعي لي بعد كده لما تيجي تاخدها في اي ماده ثانيه. احنا عندنا نورمال جوينت بيبقى حواليه الكبسوله بتاعته دي اللي من بره خالص، الكبسوله ديت بيبقى جواها الكميه الكبيره من البونز، المكان بتاع الالتقاء بتاع البونز، والبونز دي من فوقيها كده بيبقى عندها كاب، الكاب ده بيبقى عباره عن كارتليج اهو من هنا ومن هنا، وبيبقى عايم هنا في النص كده الساينوفير فلويد. لو الساينوفير فلويد ده قل ايه اللي يحصل؟ الكابس ديت تقعد تحتك في بعضها وانت ماشي، تبدا تتفرفط ويبدا البونز تحتك في بعضها، يحصل لك خشونه اوستيو ارثرايتس. زي ما انت شايف البونز رب توجذر بتخبط في بعضها والكارتليج قل. روماتويد ارثرايتس بقى لا، روماتويد ارثرايتس المشكله ان هنا حصل عركه، فالعركه دي نتج عنها انفلاميشن، فالانفلاميشن ده ادى الى الشكل ده بتاع المفاصل. الاوست ارثرايتس بيجي غالبا في الركبه لان الركبه بتبقى شايله الجسم كله، انما روماتويد ارثرايتس بيحصل في المفاصل الطرفيه سواء في الايدين والرجلين والركب، وبيبقى ليه حاجه اسمها النوديولز كده تحت السكن، سب كوتينيوس نوديولز ده هنا. دي اللي اقصده بقى هنا بالعركه دي ايه؟ ان ده اوتو اميون ديزيز، روماتويد ارثرايتس ده اوتو اميون ديزيز.
الخلايا المناعيه بتاعت جسمي انا كبني ادم اوتو اميون شافت ان الساينوفيال فلويدز دي فيها مشكله او الكارتريدج نفسه اسف فيه مشكله، فطلعت لي كارتريدج متفتفت، فكان الجسم عايز يتخلص من الفتافيت ديت متشوكه، فيروح بعت لها الماكروفاج، الماكروفاج تروح تعمل عركه وحرب وتنادي على الانترليوكين، جيش ينزل يخلص الحوار ده، فيحصل انفلاميشن شديد. فتلاقي الفرق الجوهري ما بين الاوستيوارثرايتس والروماتويد ارثرايتس هو الشكل الخارجي. في الاوستيوارثرايتس النودز ديت او المفاصل بتاعت الصوابع اللي هي العقل ديت تبقى ناشفه، على عكس الروماتويد ارثرايتس، الروماتويد بتبقى طريه وسوالن، يعني هي منفخه خالص. انا هنا لما اجي ابص كده على ايه سوالن وشكلها غريب، ده الشكل بتاع الايدين ده بيبقى مميز قوي للروماتويد ارثرايتس بالذات الفورث ستيج او الليت ستيج، وبيبقى فيه بون ديفورميتي قويه جدا جدا جدا، وبيبقى فيه كمان نوديولز سبكيوتينيوس تحت السكن. النوديولز دي بتبقى عباره عن اسمه ايه دوت ساينوفيال فلويد هرب من المفاصل وراح قعد تحت السكن فعمل نوديولز شبه النوديولز دي والنوديولز دي وغيرها. فده الفرق الاساسي ما بين الروماتويد ارثرايتس والاوستيوارثرايتس. فانا لما اجي اكلمك هنا هكلمك على الاوستيوارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس ده علاجها حاجه اسمها بيولوجيكال تريتمنت. البيولوجيكال تريتمنت ده بيبقى عباره عن اميونو سبريسنس، بيبقى معاه كورتيزون، بيبقى معاه ادويه، بيبقى الحقنه فيه 3000 و4000 و6000 جنيه، حاجه فيري باورفل يعني. طيب انا زي ما كاتب لك هنا بقى في الاستخدامات، هنا بقول لك استخدامات الامينو شوجرز زي الجلوكوزامين اللي احنا بنتكلم عنه، زي الكوندرويتين سلفيت. الجلوكوزامين ده ممكن يبقى جاي من الكايتين او الكايتوزان، والكوندرويتين سلفيت احنا عارفينه على جنب لعلاج الاوستيوارثرايتس. طب ليه؟ لان هو بريكرسل للحاجات اللي بتطلع ساينوفيال فلويد اللي اسمها ايه؟ اسمها جلايكوزامين امينو جلايكانز. الجلايكوزامين امينو جلايكانز ديت او الجاج زي ما بنقول عليها، هم دول اللي هيطلعوا الجوينت كارتليج، الحته اللي على البون، الكاب اللي على البون ده اللي انت عمال تكحك فيه، وبيمنع الديجنريشن بتاع الكاب، وبالتالي يديك كارتليج ريزيستنت اكتر للديبريمنت او للتكسير اللي بيحصل مع حركه دي. فيبقى انا هنا الالفا دي جلوكوزامين ده مسؤول عن الاوستيوارثرايتس وليس الروماتويد ارثرايتس. واحنا لما بنيجي نستخدم بنستخدم كوندرويتين سلفيت ومعاه جلوكوزامين، مين الاساس؟ هو الجلوكوز امين اللي هو موجود في الدرفه. اوكي اوكي.